اسمي عائلة ساو سنة الدلو برضو من عائلة الدلو. أنا كنت في دورة ثانية. كم الناس استشهد؟ عشرة. أنا ابني نزيف راسي. وأنا أكلت هواية بإيدي سبحان الله. وهذا هي الأشياء. شكراً. الأجنبي العالم الأوروبي أيوة. يشوفوا وضعنا إحنا هذا مش كل كلم على التلفزيون مع عالم العربي للعالم العربي للعالم الأوروبي إحنا بنناشد إحنا يشوفوا وضعنا إحنا كل سنتين بصير فينا هيك حتى أقل من سنتين حرام هذا إحنا بدنا نعيش آمنين زي بقية العالم أما هيك كل سنتين يدمروا الناس وعشرة انفار هيك يستشهدوا مش حرام عليهم ليش هم عايشين واحنا ما غلطناش احنا هم مغتصبين ارضنا هم اللي مغتصبين يعني انا لو كنت بيتي هذا لسه ما لسه 6 شهور ساكنه فيه انا واولادي وجوزي متوفي كمان فيعني ما فرحتش عليه لسه البيت ثلاث ادوار العفش جبت العفش معايا كنت انا برا من الامارات ما ضل فيه زي ما انت شايف ولا شغله طب وين اروح انا هلت من وين اعيش انا ولاد 3 ادوار مطلوب مني انا الي ولاولادي الثلاثه متجوزين وين اروح انا اخذت شقه صغيره واعده فيها ما فيش فيها ولا اشي بعد ما كانوا 3 ادوار جاهزين يعني عفش كامل ايش بدنا نعمل حقوق الانسان وبنناشد الاتحاد الاوروبي والناس كلها يطلعوا لنا بعين الرحمه وبعين الانسانيه يحلوا الوضع يعني هذا يحلوه نهائي دمار كامل هذا يعني انا محترش بدي احنا بحكيش انا على بيتنا لحالنا كل غزه هيك والاطفال اللي استشهدت يشوفوا لنا حل نهائي للحل هذا يعني you can hear from here from our sisters who was giving the message to the world why each and every year they comes and attack us why each and every year they come and destroy our homes why each and every year Israel comes and kills our children kills our people destroys our buildings why it is we are giving to the message to the world why the people of the world don't listen to that one where is human rights and Israel came and he captured our earth our areas why the America and these people don't listen to us why humanitarian people don't listen to the voice of the people of Palestine and why they allow them to the Israel should keep on destroying our homes killing our peoples making our women's widow making our children orphans why they don't stop them this was the message from 2 sisters here from the family of the Dalv which we supported them today